سايبر تولك. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم سايبر تولك، حلقه جديده كيف العاده مواضيع تهم الامن السيبرياني. كنا الجمعه اللي فاتت حكينا على توعيه الموظفين في الامن السيبرياني، المره هذه زاد باش نكملوا في نفس الموضوع، لكن باش ندخلوا اكثر في التفاصيل. نحكيوا على اهم ليزاكس نتاع الفورماسيون او تكوين الموظفين في التوعيه في الامن السيبرياني. نرحب بالطبيعه بكامل الفريق اللي رافقكم اليوم في حلقه سايبر تولك، راني في الاخراج لؤي وهاتم في الديجيتال، وكيف العاده خبير البرنامج محمد الحبيب بقحبيش نيكست سي او نيكست جي ار سي و اي تي سي. مرحبا محمد الحبيب. مرحبا بك اسامه، ومرحبا بالساده المستمعين الكل. دونك نعملوا ريكاب على الموضوع نتاع الجمعه اللي فاتت، اللي خلينا بشويه بشويه ندخل في تفاصيل ونتعمقوا اكثر في التكوين. اكزاكتومون، فات اسامه الاسبوع الفات حكينا على لو كونسيبت دو لا سونسيبيليزاسيون في السيبر سيكوريتي، اللي هو عمليه التوعيه، شو ما لي زوبجيكتيف، شو ما الاهداف من عمليه التوعيه في الامن السيبرياني، علاش نعملوا السونسيبيليزاسيون، علاش ننظموا لي زاكسيون سونسيبيليزاسيون. حكينا زادها اللي يلزم بودجي كبير ولا بودجي صغير للامن السيبرياني. هذا كل حكينا مع الساده المستمعين باش نذكروا فيسع العملية التوعية في الأمن السيبرياني هي أول خط دفاع بالنسبة للمؤسسات مع لي كونترول تكنولوجيك، مع كل ما هو تكنولوجيكال كونترولز. دونك السونسيبيليزاسيون سي تري امبورتون، مهمة جدا في البرامج وإلا في الاستراتيجية دو سيبر سيكوريتي، على خاطر الموظف هو الحلقة كيفاش نقولوا الاساسيه، يعطيك الصحه، الحلقه الاساسيه في نظام والا في استراتيجيه الامن السيبرياني. هذه اللي حكينا فيه. زاد كيف طرقنا على لا كونفورميتي ريغلومونتير، كيفاش في لي بي اوكسيدونتو راهو سي اوبليغاتوار دو بار لا لوا دو فورمي لي زومبلويي في الامن السيبرياني، لكن احنا عندنا مازال عندنا ما نحبش نقول ثغره قانونيه، لكن ناقصين في الحاجه هذه. وحيينا زاده الوكاله الوطنيه الامن السيبرني في تونس، اللي قاعده تقوم بالمجهودات اللي زي ما تقوم به، وتو ان شاء الله زاده حتى نجيبوهم معنا كانفيتي باش يزيدوا يحكيوا لنا على شنو مال لي زاكسيون اللي قاعدين يعملوا فيهم. توا يمكن الساده المستمعين باش يسالونا، حكيتونا على هذا، لكن اي باش توا باش نقري ولا باش جو في اكسبتي، كيما قلت انت با اكزومبل مدير نتاع شركه ولا مسؤول عن شركه باش يقول لك باهي، يا على شنو باش نقري، شنو اللي شنو الحاجات اللي باش يتعلمهم لهنا. راهو معناتها نجمو معناتها نحكيو في بليزيور سوجي، في معناتها حاجات توندونس، الحاجات بازيك، باش نبداو بالبازيك واحنا ماشيين بشويه بشويه. من اول الحاجات اللي باش يقريهم المكون في الامن السيبرياني، اللي هو مثال نبداو اللي الناس كنا نعرفوه، حمايه كلمات العبور، كيفاش تحمي لي موت باس نتاعك، وكيفاش تختار موت باس صعيب. اول حاجه باش نجمو نحكيو عليها في السوجي هذا، كيفاش ما لازمكش تختار دي موت باس اونيك على بليزيور سيرفيس. شنو معناتها الموت باس نتاع الفيسبوك نتاعك، هو الموت باس نتاع الجيميل، هو الموت باس نتاع الشركه، هو الموت باس نتاع تليفونك، هو الموت باس باش انت تقول لو باش ما ننساش، او نختار موت باس واحد ونخدم به في كل شيء. لهنا غلطة وغلطة كبيرة. علاش؟ على خاطر إذا كان يصير سرقة متاع الموت باس هذا، اللي باش يستعملوا باش يلقى معناتها باش يلقى عبارة على سي ان باس باغتو، معناتها مفتاح باش يحل كل شيء. وكانك حليت الباب، كانك يعطيك الصحة، معناتها كانك حليت الباب، قلت له فوالا معناتها هاو استعملت مفتاح واحد باش نحل به كل شيء. باش نحل به كل شيء. لهنا شنو هما اول حاجه باش نقريو لي زوتيليزاتور كيفاش لازمهم يستحفظوا على لي موت باس نتاعهم، يختاروا دي موت باس ديفيرون. وزاد كيف كنتذكر وسام حكينا على سكون ابيل لا نوسيون تاع الباس فراز، كيفاش تختار دي موت باس بازي على دي فراز، على جمل، وتبدل لهم لي كاركتير نتاعهم باش لازم تحفظهم فيسع. لي موت باس هذا كيف صحيح باش نحكيو على اللونغور والكومبلكسيتي نتاع لي موت باس، معناتها ان موت باس سوليد يبدا من 12 كاركتير، فيه لي ماجيسكول لي مينيسكول، فيه زاد لي كاركتير سبيسيو، وفيه لي شيفر. هذا تجب تختار، والا الاسهل من هذا كل اختاروا لي باس فراز، اللي هو تولت التوندونس دي باس فراز، وهما اللي باش نجم
تتذكر بهم لموتباس بالقدام القدام به. زاد كيف كيف حكينا قبل كنت تذكر وسامة على لي كوفر فور دو موتباس لي باسورد فولت. دونك الاستعمال نتاع لي كوفر فور دو موتباس سي تري امبورطون. حكينا على برنامج اسمه كي باس لعبت الكل تعرفوه معناتها وحكينا عليه قبل نجم يرجع للسادة المستمعين للباج يوتيوب نتاعنا ويشوفوا كيفاش يستعملوا الكي باس. كي باس هو سي ان اوتي اوبن سورس بور لا سيكوريزيسيون دي مود باس دي مود باس نتاعك. حاجه اخرى زاده كيفاش باش نقريو الموظفين اللي ما يلزمهمش يكومونيكيو ويعطيو لي مود باس نتاعهم كون سوسوا السور انترنت مازال كيف كيف حتى لي فورنيسور. نعرفوا انه فما شركات مثلا تتعامل مع دي فورنيسور ديزانتيغراتور كيفاش راهو معناتها ان ادمينستراتور ما لازموش يعطي لي مود باس نتاعو للفورنيسور حتى معناتها سكون ابل ان تيير معناتها كو سوا فورنيسور ولا ان بارتنير حتى تكون علاقتك به علاقه نتاع 10 سنين. لا كل حاجه في بلاصتها. الثقه حاجه والخدمه حاجه اخرى. راهو ما تعطيش المود باس مش راهو تقلل من الثقه. لا هذيك معناتها الخدمه باش نشتغلوا بالكدا هذيك كيفاش يلزمنا وحميت روحك وحميته هو زاده يعطيك الصحه ايه. يعطيك الصحه معناتها كيف كيف زاده بالنسبه للموظفين اللي يستعملوا اللي سكون ابل احنا لي زورديناتور بارتاجي تلقاه في معمل نلقاوها برشا برشا يعطيك الصحه كوسوا في معمل ولا حتى في شركه تلقاه. ناخذ مثال عادي اللي هو المعمل. المعمل تلقاه عنده ترو شيفت معناتها من 8 لل 4 من 4 للنص الليل ومن نص الليل لل 8 كي يبدا مود باس واحد يخدم عليه جروب كامل ولا يوتيليزاتور يخدم عليه جروب كامل هنا ما تنجمش صعيب باش تعرف ولا بوغ تخاسي لاكتيفيتي سا فيتر تري تري ديفيسيل. دونك هذا والفويت وقتاش صار وكيفاش صار ما تنجمش تحصل صعيبه صعيبه برشا. هنا شنو تعمل مثلا كل شيفت عندها المود باس نتاعها اكزاكتومون معناتها نعملوا سكون ابيل لي كونت نوميناتيف وكل واحد عنده الكونت نتاعو وكل واحد عنده مش لازم اورديناتور مي عنده الكونت يوتيليزاتور نتاعو ما يبداش معناتها ان سول كونت يخدموا به ثلاثة أربعة من الناس. كي يبدا ان سول كونت يوتيليزاتور يخدموا به ثلاثة أربعة من الناس راهو يلزم الكونت هذاك يكون افيك لو موندغ بريفيليج بوسيبل معناتها أقل الصلاحيات الممكن باش حتى الذي كان صارت مشكله ما تصيرش معناتها البروباغاسيون نتاعها ماهيش كبيره برشا. باهي فما حاجه اخرى اللي هي معناتها مهمه حكينا عليها. تذكروا سما حكينا على قلنا راهو في عمليات التوعيه فما دو برانسيب فما لاكيزيسيون دو كومبيتونس لاكيزيسيون دو كونيسونس معناتها باش نربحك معلومه مهاره وباش نربحك معلومات جديده. لهنا راهو المكون والا لو فورماتور في السيبر سيكوريتي الرول نتاعو مش باش يجي يعطي درس ويخرج ماهيش سوني با ان كور اكاديميك لازم يعطي دي زيكزامبل يوريو دي زيكزامبل نعطيو امثله نقولو راهو هاو في الكام تاعنا نحن في الشركه نتاعنا هاو شنو اللي عندنا السيستم هذا والسيستم هذا والسيستم هذا لي سيستم هذم هاو كيفاش نحميو لي مود باس نتاعنا وحتى شيء ما يمنع شركه باش الكومونيك اذا كان تصير مشكله مثلا عندك ان يوتيليزاتور غلط سبحان الله غلط معناتها لا فوتي يومين غلط راهو تنجموا ننظموا عمليه توعيه على الفينمون هذاك بس ما حناش باش نشهروا به لكن نقول راهو صارت في الشركه الغلطه الفلانيه هاو شنو اللي صار وراهو هاك فاش باش نحميو رواحنا دورينا القدام معناتها هذا سي دي كاب خاتيك معناتها نستعملوهم وحاجة تكون امثله من الواقع يعطيك الصحه واش تعيش اللحظه هذيك نتاع يعطيك الصحه مش لازم يكون بيجي معناتها نحكيو على الاف الدينارات ولا على دي سنتين دو ميلي دو دينار معناتها لا راهو معناتها اون اكسيون دو فورماسيون تنجم تتعمل راهو في ابل تيمز ابل دو جروب تيمز يتلموا الناس الكل بور 15 مينوت يتلموا ونحكيو في الموضوع هذا معناتها ماهيش اما يمكن احنا في تونس العقليه انه حضوريا خير معناتها يكون حاضر ويصير فما تعارف وناس تلم في بلاصه. بيرسونيلمون نعطيك بيرسونيلمون جو فافوريز لو كونتاكت هيومان في لي فورماسيون لكن فما مقتضيات في شركات اللي كي تبدا سورتو جروب كبير يبدا شركات معناتها ايلواني جيوغرافيك ماهوش طولي صعيبه لكن ان ليميت هكا معناتها جيوغرافيك وتنجم تلمهم في درجين ربع ساعه من غير ما تعطل الخدمه
لو كونتاكت هيومان حتى باش تعرف العباد في وجوههم فرحانين ولا لا، معناتها والا مش حتى فرحانين، مي اسكي زون اسيميلي لانفورماسيون، اسيميلي لانفورماسيون ولا لا. باهي لهنا فما سوجي اخر اللي باش نحكيو عليه اللي هو سيكوريتي دي زاباري موبيل. انت ماركين عليه مود باس، باش نحكيو على سيكوريتي دي زاباري موبيل. اي موظف اقل ما ينجم يكون عنده اقل حاجه هو يا اورديناتور بورتابل، يا اورديناتور بورتابل وتليفون سمارت فون، يا اورديناتور بورتابل وسمارت فون وتابلت. انت فما شركات تعطيهم هذوما ثلاثه، فما شركات تعطي كام بي سي بورتابل، وفما شركات ما تعطيش جمله واحده، ما هذاك ما حناش باش نحكيو عليه. لكن بالنسبه للزاباري موبيل تو اكثريه الشركات يعطيو سواء يعطيك سمارت فون يقول لك هذا تليفون خذه في نطاق الخدمه، وزاد كيف كيف تنجم تعطيك انا اكسي للميساجري نتاعك على التليفون نتاعك انت، معناتها على التليفون بيرسونيل نتاعك تنجم تستعمل ميساجري نتاع نتاع الشركه. دونك لهنا فما عمليه توعيه على حمايه هذوما لي ديسبوزيتيف موبيل نتاعنا، كيفاش نحميهم. لهنا نجمو نحكيو الوغ لا، معناتها كيفاش تحميهم ضد السرقه، كيفاش نقراو باغ اكزومبل نهبطو راح حتى النيفو نتاع راهو البيسي بورتابل نتاعك ما تخليش بحذاك في الكهرباء، لازمك تحطو في الكوفر. راهو كي تمشي تكونكتي في سالون دو تي ترد بالك، كي تمشي تكونكتي في ترد بالك من شنو؟ ترد بالك من السرقه نتاعو، ترد بالك من العباد انه تسترق الانظار على شنو انت قاعد تخدم. في بالي انا تعمل سيزي على المود باس نتاعك ينجموا يشوفوك. انا مش في بالي باش تحكي على الواي فاي هذاك باش نخلطوا له، يعطيك الصح. سوبوزون معناتها هذاك سي ان سوجي كي تري امبورتون حكينا فيه قبل، الاستعمال لي ريزو واي فاي بوبليك اللي هو ماهوش منصوح به جمله، معناتها فريمون سي ديكونسي على الاخر، ديكونسي على الاخر. نصيحه للموظفين اللي يخدموا في دي زوندرو بوبليك، معناتها يخدموا تيلي ترافاي، قلق فد من الدار هز البيسي بورتابل ومشى سالون دو تي ولا مشى البلاصه فيها 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 واي فاي بوبليك، انك تكونكتي بال 4G نتاع تليفونك سي بوكو بلو سيكوريزي كو تكونكتي بال، معناتها تشارجي في تليفونك 4G اسهل لك، اضمن لك، اضمن برشا من انك تكونكتي على ريزو واي فاي بوبليك. راهو ريزو واي فاي بوبليك فيه فيه اللي يحبوا يكونكتيو ويخدموا كيفك انت، فيه العكس ذلك اللي هما العباد اللي معناتها خدمتها انا راهو نجم تتنصت عليك، نجم معناتها البو سكاني اي سورتو كي يبدا البي سي نتاعك ولا تليفونك ما فيش لي ميزاجور دو سيكوريتي الجدد. هذه حاجه. ثاني حاجه استعمال لي ديسبوزيتيف موبيل بيرسونيل بور دي بيزوان بروفيسيونيل، معناتها اسامه تخلي يخدم في شركه، الشركه ما تعطيش دي سمارت فون، بار كونتر تعطيك لا بوسيبيليتي داكسيدي للميساجري نتاعك على تليفونك. لازمك انت كموظف تعرف تحمي معطيات الشركه في التليفون نتاعك، تليفونك يولي صحيح هو تليفونك انت لكن فيه ديزانفورماسيون نتاع الشركه، سي اون اكستنسيون من البيرو نتاعك، سي اون اكستنسيون من البي سي نتاعك. مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره. كان نرجع للحلقات اللي حكينا فيهم على خاصه على حمايه الاطفال من لي ديسبوزيتيف موبيل، معناتها من لي سمارت فون، راهو فما صغار ينجموا حتى بار ايرور يبارتاجي دوكيومون، يبارتاجي تصويره، يبارتاجي هذا، معناتها يجيوني ديكا كيما هكا تلقاو نكلمو، معناتها يجيك دو دوكيومون من عند عباد يعني ماكش مستانس يعطيوك يبعثولك حاجه كيما هكا يقول لك سامحني راه ولدي غلط، معناتها ولدي يلعب التليفون بارتاجا حاجه ولا بارتاجا تصويره. دوك ردوا بالنا خاصه في لي ديسبوزيتيف موبيل. في لي ديسبوزيتيف موبيل يلزم هنا معناتها مش من موظفين يقوموا به، لكن لي زانفورماتيسيان يلزم لي ديسك دور نتاعهم كلهم يبداو كريبتي. شنو معناتها؟ معناتها يقوموا بعمليه تشفير الاقراص الصلبه نتاع لي بي سي بورتابل. علاش هذا يقوموا به؟ باش كيف اسامه ياخذ بي سي بورتابل نتاعو ويخرج، كان لا قدر الله تسرق له البي سي بورتابل، سي مش تسرق المعطيات نتاع الشركه، لكن اللي تسرق هو تو سامبلومون الفالور نتاع البي سي، مش لا فالور نتاع الدوني اللي في وسط. كي تبدا مشفره لكن ما غير تشفير تولي تخوف. علاش؟ على خاطر اللي باش يسرق البي سي عنده اكسي للمعطيات، المعطيات الكل. نجم نعطي انكا، نجم نعطي انكا كي تري سامبل في صار لي مع حريف من الحلفاء، ما تعقدنا نحكيو ا بليزور بريز على شيفرمون نتاع
على على لي بي سي بورتابل، وديما هذا المشروع هذا قاعد يتواخر يتواخر يتواخر. وقتاش تلانس البروجي هذا؟ وقت اللي الديريكتور ماركتينغ تسرق له البي سي بورتابل نتاعو، خاطر فيه دي دوني اكستريمون كونفيدونسيال على لي كومباني ماركتينغ اللي باش يتعاملوا. دونك دوكو وقتها باش تلانس البروجي ما نستناوش اللي تصير الكارثه باش اون برون لي بون ديسيزيون، لازم من قبل. دونك نردوا بالنا، يلزم لهنا معناتها المسؤولين في اداره الامن المعلومات ولا الانظمه المعلوماتيه لي دي سي يقوموا بعمليه تشفير لي ديسك دور نتاع لي بي سي بورتابل. لهنا فما دي سوليسيون غراتويت وفما دي سوليسيون بيونت، معناتها موجودين. المهم تستعمل حل، ما تقعدش تستنى يعني. معناتها كيما انت تصير لك معناتها مشكله ولا اشكاليه معناتها في تخليك معناتها لي دوني نتاعك موجوده بارتو، ولا من بعد تنجم تفهم تولي فما حاجه اخرى تنجم تكبر الحكايه. دونك لهنا ردوا هنا يعطيك الصحه، معناتها سي تري امبورتون راهو بالحق. معناتها لو كريبتاج نتاع لي ديسك بالنسبه معناتها من رايي الخاص من اهم لي كونترول دو سيكوريتي لازمهم يتحطوا. معناتها لهنا الموظف ماكش باش توعيه، لكن الموظف باش توعيه شنو باش توعيه، تقول له راهو رد بالك راهو البي سي هذاك فيه دي دوني كونفيدونسيال ما تستعملوش في دي زونطوا بوبليك، ما تعطيش لولدك باش يلعب، ما تعطيش لاي واحد، حتى زميلك ما تعطيش البي سي نتاعك، ما تحلوش سيسيون يخدم على البي سي نتاعك، لا الا اذا كان انت مراقبه وتقعد بحثه. مش تهز تصلح البي سي نتاعك راهو مش معناتها راهو هاو شنو هما لي كونترول اللي لازمك تعملهم باش تسافر. معناتها تعرف هنا في الكاب تاع الفواياجات مثلا راهو اكثر تو دو فول نتاع لي بي سي بورتابل وين يصيروا في المطارات، اكثر تو نتاع فول دو بي سي بورتابل يصيروا في المطارات. معناتها كيما باش تحمي الباجاج نتاعك احمي البي سي بورتابل نتاعك، معناتها سكدو فوق ظهرك وما تسيبوش بس بورتابل تابلت تليفون هذا الكل معناتها كل شيء معناتها برشا اللي تلقاه مثلا ماشي في فواياج بتاع خدمه ولا حاجه هاز معاه كل شيء. انا نعطيك مثال يمكن هي سيتون انيكدوت، معناتها صار لنا دي كا كيما هكا، صار ان شونجمون تاع بلون دو فول، البلون دو فول تبدل. دونك ولينا عملنا اسكال بسبع سوايع في اديس ابابا في اثيوبيا. دونك بالتعب باش تلقى دي شيز لونك. اول حاجه تعملها شنو سكو باش تشد البي سي بورتابل نتاعك تنشد في حضنك وتتاكا معناتها الباكاج نتاعك ما يهمكش، لكن ترد بالك بالحق راهو معناتها لو فول بتاع لي بي سي بورتابل راهو موجود بطريقه كبيره برشا في لي زايروبور برشا. علاش؟ على خاطر يقول لك راهو موصل باش يسافر كان ما راهو هز معاه لي دوني، مع احترامي للناس الكل اكزاكتومون، لكن ماكش باش تسافر معاك بي سي بورتابل سكو عندك معناتها اون سيغتان معناتها عندك اون سيغتان امبورتونس في الشركه اللي انت تخدم فيها. دونك نجم تهز دي دوني كي سون امبورتون. دونك هذاك نجم يكون نسيت اون موني ديشانج، من بعد هذيك نسرق لك البي سي نقول لك اعطيني فلوس باش نرجع لك البي سي، ولا اعطيني خاطر راهو لا فالور نتاع البي سي. البي سي نتاع حتى شيء يقدم لي دوني معناتها سي معناتها يظل اذا كان يمكن المخاين المحاسبين يظل الامورتيسمون نتاعو على ثلاثه ولا على خمس سنين، معناتها لا ليميت كان تشري بي سي بثلاثه ملايين معناتها يسوى حتى شيء في الثالث عام. ما تيسوى حتى ما تيولي صفر لا فالور كونتابل نتاعو صفر بعد ثلاث سنين، الوغ كو لا فالور اللي في نتاع لا دوني اللي في وسطو انستيمابل بالنسبه للشركه اللي كانت تسرق لها باغ اكزومبل دي بلان، ولا تسرق لها دي زانفورماسيون ولا دي كونترا ولا دي دوني نتاع لي زومبلوي نتاعها. تولي وقت الامباكت باش يكون كبير. اهم حاجه الريفليكس لهنا، معناتها لازمك تكون واعي كما قلت انت بخطوره انه اي حاجه تنجم تضيع، اي حاجه تنجم في لحظه معناتها تدخل بها الريسك. والله معناتها من المنبر هذا نحب نحيي ونترحم على اون توكا خدمت مع سي عبد الستار مبخوت الله يرحمه وينعمه. وفات قبل كان في كنت نشتغل معاه يا اسامه، اش كان يعمل سي عبد الستار؟ سي عبد الستار الله يرحمه كان ريت وقت البوز، احنا نخدموا في الشركه وقت البوز نتاع الفطور وقت البوز نتاع الفطور كان يدور علينا في البيروات اللي يلقى البي سي نتاعو محلول، ولا يلقى اللي عنده دي دوكيمون محطوطين على الـ على الـ على البيرو نتاعو، ولا يلقى دي دوكيمون موجودين في الامبريمونت كان يهزهم عنده يحطهم في بيروه ويقول لهم اللي ما لقاش حاجه يجيني للبيرو. بعد اذا كان تغلط
تخلي البيسي نتاعك بغير كادنا بار اكزومبل، ولا تخلي دي كونطرا محطوطين على البيرو نتاعك، ولا خاطر يقول لك راهو احنا حطينا فلوس في التوعيه وحطينا فلوس في الفورماسيون وحطينا فلوس في كذا، ومن بعد انت تجي كموظف. راهو هذا نحكي لك راهو في وسط مقر الشركه، في وسط مقر الشركه كان يقوم كان يدوروا في البوز نتاع الفطور ويلم معناتها. وريت لاكسيون هذه على قد ما هي صعيبه، على قد ما هي تعرف روحك باش تمشي تمشي له البيرو باش يسمع كلمتين، لكن في الاخر بكل تدي تقول يعطيه الصحه فريمون يعرف كيفاش يتصرف. سكو معناتها بالحق تفيقوا تفيقوا الموظف معناتها راهو تفجعوا ساعه والحاج تفجع الامبلوي، ثاني حاجه تخوفه، وفي الاخر بكل هي الاوبجيكتيف تاعها ماكش باش ماكش باش تعاقبه لكن باش توعيه. وهذوما من العمليات التوعيه اللي كي تاخذ تاع نيفو دو ليدرشيب وقت تنجم تعملهم. معناتها نحييه وتوا قاعده في مخي معناتها الحكايه هو في الكوميونيكاسيون لازمه وي معناتها راهو لا كوميونيكاسيون مونوتون نتاع اجي نقريك كيما في اون ديري في في انفي في في فاك ولا حاجه واحد اثنين ثلاثه ما تك تك هاوش مهزمك تاع ما يلزمكش ما يلزمكش ما يلزمكش ما يلزمكش تخلي موت باسك ما يلزمكش ما يلزمكش في الاخر بكل لازمنا نبدلو لا كوميونيكاسيون ما كيفش تولي مونوتون معناتها باش تولي ما عادش لا فالور ما عادش موجوده نتاع لاكسيون فورم لاكسيون سونسيبيليزاسيون. دونك لازم نبدلوا كو سوا دي سورتي اون جروب حاجات كيما كيما قلنا عليهم هكا معناتها كل هذا كل في منفعه الشركه في منفعه الشركه بيان سور. واضح. ميساج اخير محمد حبيبك حبيش لاصحاب المؤسسات شنو تقول لهم؟ ما توخروش قدام لانفستيسمون في لي زومبلوي نتاعكم كيما باش تكونوه في تقنيات الخدمه نتاعكم و تنمي له القدرات نتاعو في الـ في الـ في الخدمه في الكور ميتي نتاعك. وعي شمال المخاطر السيبرانيه اللي تنجم تكون فاس للشركات وفاس للشركه نتاعك انت. تخبي يعطيك الصحه. شكرا لك فيك محمد. شكرا لكم على الاستماع. نتقابلوا الثلاثه الجاي في